نستمع إلى فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية بصوت فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. سبحان من خلق العباد وصور، سبحان من خلق العباد وصور وأحاط بالكون الفسيح مدبرا. يا رب يا رب يا رب أنت طبيبنا وحبيبنا. يا طبيبنا وحبيبنا، ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى. أنت العزيز السرمدي، وأنت نور للعوالم كلها قد نورا. أنت السلام، أنت السلام المؤمن المتفضل، لك الجلال، ملكت أرواح الورى، لك الجلال، ملكت أرواح الورى. أنت الكريم، أنت الكريم، أنت العزيز، أنت الحليم، ونرى الحياة رخيصة لو كان وصلك يشترى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة الرضا والكمال والجمال والجلال على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى هذه الابتهالات فتجد الأرواح.